السلام عليكم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، اليوم عندنا موضوع تقدير ناتج الضرب. صفحة 82. فكرة الدرس: أقدر ناتج الضرب باستعمال التقريب، المفردات التقريب التقدير. فقرة أتعلم: يتغذى الأسد على لحوم الحيوانات التي يصطادها، ويأكل الأسد في الوجبة الواحدة 7 كيلوغرام تقريبا، فكم كيلوغراما يأكل في 28 وجبة تقريبا؟ تلاميذي، في الوجبة الواحدة الأسد يأكل 7 كيلوغرام، كم كيلوغراما يأكل في 28 وجبة؟ يعني راح نضرب العدد 7 في 28. تقريبا، كلمة تقريبا يعني الأسئلة تابعة، الأسئلة والمسائل تابعة لهذا الموضوع، تقدير ناتج الضرب. تلاميذي، مثل ما أخذنا سابقا بموضوع تقدير نواتج الجمع وتقدير نواتج الطرح، قلنا أكو خطوتان للحل. الخطوة الأولى نقرب العددان، والخطوة الثانية إما نجمع العددان أو نطرح العددان. واليوم إن شاء الله أيضا راح نستعمل الخطوتان. الخطوة الأولى نقرب العددان، والخطوة الثانية نضرب العددان بعد التقريب. 7 في 28، الخطوة الأولى نقرب العدد، والخطوة الثانية نضرب العددان. 7 في 28، نكتب 7 في، نقرب العدد 28 إلى أقرب 10، نحدد العشرات ونشوف الآحاد. الآحاد 8 من الأعداد الكريمة التي تعطي، إذن 28 عندما نقربه إلى أقرب 10 الناتج يساوي 30. الخطوة الثانية نضرب العددان بعد التقريب. 7 في 30، 7 في 0 يساوي 0. 0 في أي عدد يساوي 0. 7 في 0 يساوي 0. 7 في 3 يساوي 21. الناتج 21 تقريبا. 210. 210 تقريبا. مئتان وعشرة كيلوغراما يأكل الأسد في 28 وجبة تقريبا. المثال الثاني من فقرة أتعلم: قطار لنقل المسافرين يتألف من 18 عربة، وكل عربة تتسع إلى 98 راكبا، لكم راكبا تقريبا يتسع القطار؟ كلمة تقريبا يعني المثال تابع لموضوع تقدير ناتج الضرب. الخطوة الأولى نقرب العددان، نضرب 18 في 98 تقريبا، يعني الخطوة الأولى نقرب العددان، والخطوة الثانية نضرب العددان بعد التقريب. 18 في 98، نقرب العدد 18 إلى أقرب 10، 18 يساوي تقريبا 20. في 98 نحدد العشرات ونشوف الآحاد. الآحاد 8 من الأعداد الكريمة التي تعطي، إذا نصفر الآحاد والتسعة تصير 10. 98 تقريبا يساوي 100. الخطوة الثانية نضرب العددان بعد التقريب. 20 في 101 يعني 100. 20 في 1، 0 في 1 يساوي 0. 2 في 1 يساوي 2. 20 100 أيضا يساوي، أنزل الصفر، 100 يعني 0 يساوي 2000. أيضا راح نضرب العددان مباشرة. 20 في 100، أنزل الصفران، 1 في 0 يساوي 0، 1 في 2 يساوي 2، الناتج 2000. 2000 راكبا تقريبا يتسع القطار. السؤال الثالث، المثال الثالث من فقرة أتعلم، صفحة 83. يتغذى الغزال على الأعشاب ويعيش في السهول والجبال، فإذا كانت كتلة الغزال 23 كيلوغرام،
ما كتلة 47 غزالا تقريبا؟ الغزال الواحد كتلته 23 كيلوغرام. 47 غزال، ما كتلة 47 غزال تقريبا؟ كلمة تقريبا يعني تقدير ناتج الضرب. أستعمل التقريب لأجد ناتج الضرب. أولا أقرب الأعداد للأدنى، ثانيا أقرب الأعداد للأعلى. 23 في 47، 23 نقرب الأعداد للأدنى يساوي تقريبا 20. 47 طبعا من نقرب العدد 47 الناتج يطلع 50. بما أنه نقرب الأعداد للأدنى، إذا راح نقرب العدد للأربعون. الأدنى يعني للأقل، يعني ما نقربه على 50، راح نقربه على 40. أضرب 20 في 40، 20 في 4 عشرات، الصفر يعني عشرات، 4 عشرات. 4 في 0 يساوي 0، 4 في 2 يساوي 18. طبعا العشرة ما ننساها، 80 عشرة يساوي تقريبا 800. أنزل 80 والعشرة هاي الصفر، 800 تقريبا. ثانيا أقرب الأعداد للأعلى، 23 نقربه إلى أقرب عشرة. طبعا من قرب العدد 23 إلى أقرب عشرة الناتج يطلع 20. بما أنه نقرب الأعداد للأعلى، إذن راح نقربه على 30. 47 تقريبا نقربه إلى أقرب عشرة الناتج 50. 30 في 50، أضرب 30 في 50، 30 في 50 5 عشرات، 50 يعني 5 عشرات. 5 في 0 يساوي 0، 5 في 3 يساوي 15، 150 عشرة، 150 عشرة ويساوي 1500. أنزل 150، 10 يعني هاي الصفر، 150، 150 10 يساوي 1500. طلع عندي الناتج 800 و1500. الكتلة بين 800 و1500. وزن 47 غزالا، 23 في 47 ينحصر بين 800 و1500. أحل السؤال بالطريقة الأخرى، يعني ما أستعمل التقريب الأدنى والتقريب الأعلى. 23 في 47، نقرب العدد 23 إلى أقرب عشرة الناتج يساوي 20. 20 في 47 عندما أقربه إلى أقرب عشرة الناتج يساوي 50 تقريبا. 20 في 50 يساوي 20 في 50 يعني 5 عشرات. 20 في 5، 0 في 5 يساوي 0، 2 في 5 يساوي 10. أنزل الصفر، 0 10 يعني 0، 5 عشرات. كلمة عشرات يعني 0 واحدة. الناتج يساوي تقريبا 1000. فقرة أتأكد، صفحة 83، أقدر ناتج الضرب. السؤال الأول، 13 في 21، 13 تقريبا يساوي 10. عندما أقرب العدد 13 إلى أقرب 10 الناتج يساوي 10. 21 يساوي تقريبا 20. 13 في 21 يساوي تقريبا 10 في 20، يساوي تقريبا 10 في 12، 20 يعني 12 عشرات. يساوي تقريبا 2 في 0 يساوي 0، 2 في 1 يساوي 2. هاي العشرة أعوض عنها 0،
يساوي 200 تقريبا. السؤال الثاني 27 في 63، أقرب العددان إلى أقرب عشرة، 27 تقريبا يساوي 30. أحدد العشرات وأشوف الآحاد. الآحاد 7 من الأعداد الكريمة التي تعطي، إذن تعطي رقم 1 للمرتبة المجاورة العشرات. العشرات 2 تصير 3، وصفر الآحاد 30. 63 عندما أقربه إلى أقرب عشرة الناتج 60. 27 في 63 يساوي 30 في 60 يساوي تقريبا 30 في فراغ عشرات 6 عشرات. 30 في 6 عشرات 0 في 6 يساوي 0. 3 في 6 يساوي 18. هاي العشرات، كلمة عشرات أعوض عنها 0. 1800.